في مسابقة عم نعملها، فكرة هيك قالت لي إياها سارة وبصراحة كتير عجبتني. هي عبارة عن مسابقة بدنا نعملها بالإنستغرام عندي. شوف هذا الإنستغرام عندي ظهر عندكم، مطلوب منكم تروحوا عندي على الإنستغرام تعملوا فولو، مظبوط، يعملوا فولو ويعملوا لايك للصورة اللي أنا حتكون مخصصة لهاي المسابقة، تمام؟ بهاشتاج اتحداك تاكلها، تمام؟ حتكون هي الصورة طبعا بهاشتاج اتحداك تاكلها، وحيكون في صورة معينة تدل على هاي المسابقة، أوكي؟ المطلوب منك تعمل فولو للصفحة وتعمل لايك للصورة وتكتب اتحداك تاكلها. هجوم على الانستغرام. اوكي. وحنختار احنا في برنامج حنجيبه، كل في برنامج موجود حنجيبه وهو يختار السحب. السحب بالضبط، حنختار 5 مشتركين او 5 فولورز حيطلعوا معي بخمس حلقات مختلفة كضيوف، اوكي؟ بنيجي نستضيفهم وكول يا معلم، تمام؟ احنا الان تعال لكم. احنا الان بمنطقة لاليلي، منطقة شعبية، وفي مطعم هون كتير ناس قالوا لازم تجربوا، بيقدم مأكولات بحرية وبيعملها بطريقة ليبية، يعني مأكولات بحرية ليبية. انا محمد سرحان وانتو حتجوعوا معي. مطعمنا اليوم مطعم ليبي، اكلتنا اليوم اكلة سمك بمنطقة كتير حلوة شعبية روعة جدا. المطبخ الليبي طبعا معروف قديش هو عنده اكلات وعنده تشكيلات كتير طيبة، بس هذا المطعم مختص بالسمك. انت بتحب السمك؟ اه طبعا. طبعا احنا ضيفتنا سارة، سارة من تونس ما شاء الله عليها، وما شاء الله عندها انستغرام كتير حلو، الانستغرام تبعها بتلاقوه بالوصف تحت بالفيديو، تمام؟ كيف او شو وجه الشبه بين مثلا الاطباق التونسيه والاطباق الليبيه بالاسماك مثلا؟ تقريبا الاطباق لا تختلف كثيرا ما عدا في المسميات. اليوم ان شاء الله هنجرب بعض الاطباق المشتركه مثل الكسكسي بالسمك او الطاجين او سلطه المشوي. الكسكسي موجود بالمغرب وليبيا والجزائر، هو اكل في شمال افريقيا عموما، فتختلف طريقه من بلد الى بلد طريقه الطبخ. بس هون هلا حنقدمها ايش بايش؟ السمك طريقه ليبيه، طريقه ليبيه وبهارات الليبية وحرم كتير. هاي حلقة كلها سبايسي بالسبايسي، تروني. شوف لي هاي الأطباق، الله. هذا قريدس. هلا احنا هون نزلوا لنا الشوربة، وهذا ما شاء الله هذا طبق السمك يا معلمتي، شوفي. وهذا بس بعد إذنك، هذا سمك إيش؟ هذا قاروس. سمك ورق القاروس. وقاروس؟ ورق القاروس. ما أعرف شو اسمه هذا بالله. وهذا؟ هذا سلمون. تمام، اوكي. وهذا ايش؟ لا خلي لي يا جنبي هذا، الله يرضى عليك. هذا هون يا معلم الإريدس المشوي. شوف هون هلا هذا الكسكسي. اعطيني اقول لك شوف يا معلم، قرب قرب كثير كثير. شوف تطلع هذا هون يا معلم كسكسي مع سمكه ومع فيليه. طلع شايف كيف صلصتها هاي؟ تشهي. وين نحط لك اياه؟ نحطه هون. وهذا؟ هذه اللوبيا، فاصوليا بالكالامار والقرنيط. اوح، تعال 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 تعال. هاي حبيبي فاصوليا، فاصوليا بالكالامار والاخطبوط. شوف الفن. في على فكره لوح فنية. أول مرة أشوف هالأسماك بالطريقة هذه في إسطنبول. شايفة هاي؟
أظن سلمون بالكريمة خاصة. بالكريمة. طلع شوف. أحلى. شوف محلاها. مرة مشاهي. قرب لي هاي قبل ما أبدأ. تعال شوف كلها. شوف الجمبري هذا. طلع. شوف بهاراتها. أظن إنه هذه طازجة. كيف بهاراتها؟ على أصولها. طيبة. هلأ نبدأ بالشوربة. شو رأيك؟ يلا خلينا نجرب الشوربة. بسم الله. ولا حرة. الشوربة. كريمتها. أنا أول مرة أبغى شوربة حبوب هذا. طيبة. فيها جمبري كمان. حارة. أنا بدي أكتر عليها هاي هيك. شوفي شوفي سارة شوفي. شوفي الحركة لحالة جاي سلو موشن منها هيك منها لحالة جاي. هذا إيش؟ جمبري. اعطيني يا اعطيني يا شوف هون سلم ايديك يا شيف انا هذا اللي بحبه جمبري مشوي بازيلا بازيلا تعال هاي بازيلا ليك كيف عامل الطبخ نفسه الطبخات اللي خاين عاملها بالاخطبوط وما الاخطبوط شوف انا عندي الجمبري اكيد اطيب شيء اللي هو هذا المشوي بتحس بطعمه المظبوط تمام لكن عنده هذا كمان المقلي صار البقسماط اللي عليه لما هيك بالاطراف هاي شايف الاطراف هاي كريسبي كريسبي لما بتعضها هيك بتقرمش معاك طيب كتير هاي تعال اودع معاك الشوربه شوف هالكلاماري هذا شوف مع هيك الاخطبوط مع الكريمه وعم تكبر اللقمه مع عصره ليمون حط لنا ليمون حطي لي ليمون وروح يا معلم شوربه الشوربه نمبر 1 اوكي هلا بدنا نجرب تعرفي ايش رايك انا آه. رايي انك تجرب تمام الكسكسي نجرب الكسكسي بس خلينا نظبط اخواني معروفين بالطبخه الكسكسي السمك ايوه عليه طاجين هذا الطاجين هذا الطاجين مكونات بيض بطاطا بيض وبطاطا وبقدونس تفضلي شكرا هذا يجي جنبه الكسكسي من جنبه هذا من اكلات الافراح في ليبيا في تونس شوفوا كيف شايف كيف محلاها الصلصه هاي طيب كيف طيب الكسكسي ليبي فعلا وحر سبايسي شوي صح وطعم السمك فيه السمك مغير لك طعمه طلع شوف طلع هاي هاي الصلصة على فكرة سبايسي هي شو هي عبارة عن ايه صلصة مخصوص للكسكسي مارادونا يعني وكذا مرق خاص للكسكسي حليت من الطماطم والفلفل والبهارات طيب. مع طعمة السمك هنا طعمة السمك عطاها شيء ثاني حط بطاطا معها هيك ما فيها اللقمة نفسها البطاطا مع بطاطا يلا نجرب طيب عطيف حط معها سمك حط معها سمك كمان شو رأيك بطاطا بالسمك والكسكسي هلا سارة شو بدنا نعمل بدنا نجرب شيء ثاني شو رايك نجيب هاي الصدر هذا لهون؟ قربي هذا ايوه 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 تمام هلا بالنسبة للصدرين اللي نازلين على فكرة هاي الثلاث أسماك نفس السمكة هاي اوكي؟ بس احنا ما شاء الله هون الكادر عندنا خلف الكاميرا احنا أربع أشخاص فهم نزلوا لنا هاي زيادة اوكي؟ احنا السلمون موجود سلمون شوف السلمون كيف نطي لك إياه شوف طلع أوه شوف 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 طلع السلمون السلمون حطي لي هون ليمون حطي يا عين عليك يا عين عليك طلع طلع شوف سلمون مع ليمون هيعطي طعم خرافي خرافي نجرب في سمك الورقه
اسمه ورقة؟ اه هو سمك الورقة او القاروس على حسب ما حكى لنا الشيف. هذا كمان نعمل له عصرة ليمون. عصرة ليمون. يا سلام على سارة. يا سلام على سارة. اخذ هاي انا. هات ناخذ هاي. شوف تطلع كيف محمرة. انت متخيل طعمة القرمشة هاي نفس الحرقات هاي السودا اللي بتكون على السمك من الفحم بنشوي الفحم. شوف مطيبها كيف. طعمة المشوي. طعمة شوي السمك. شوي على أصوله. شوي على أصوله. إخواننا العراقيين عم تتفرجوا أنتوا علي هلا. في سمك عندكم اسمه سمك مسكوف. مسكوف مسكوف أعتقد. كمان بفردوه هيك وعلى الفحم من بعيد وبشوه. هذاك سمك كتير مشهور بالعراق. نجرب السلمون. أيوة. بالكريمة. فيني هاي ودينا هاي شوي. نجرب الآن سلمون بالكريمة. أنا أول شيء تعرف بدي أعمل بدي أدوق نفس الكريمة هاي عبارة عن إيش؟ نفس الشيء عشان صح ولا لا؟ لذيذة. هاي فيها باذنجان؟ لا هاي فيها لذيذة بس. بدي أسأل الشيف. شيف الصوص اللي على السلمون هذا في باذنجان هذا؟ لا. إيش عليه؟ كريمة طبخ؟ وشو كمان؟ يا شيخ. اوه وبقدونس؟ خطيرة. انا ما يحلالي السمك الا مع الليمون. لا تعصير ليمون انا. انا هعصر لي الليمون. انا مستمتع بالكريمة تاعتها. يلا اجرب لي السلمون بالكريمة. اول مرة على فكرة ذقت سلمون بالكريمة. بعرف هيك مشوي على طول بس يلا. انا بعمل لك سلمون بالجوز. والله بدك بعمل سلمون ببيتي. الصوم غير الطعم تبع. طبعا طبعا. شوف هيك هاخذ من عندك شوي. اوكي. لا 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 طب ناكل. طلع طلع كيف هيك صارت الخلطه هاي. يا عيني. دوقيها هلا هيك بنشوف. طلع كيف مع الكريمه. خطيره عن فظيعه. هذا الطبق رائع. هلا خلينا احنا نختصر الصحون. ايه شو رايك هذا نشيله هون هدول صح ولا لا؟ ايوه. ونشيل هذا الصحن عشان هلا بده يجوا سمك محشي. انا هلا حشوف وادوق اول مره بحياتي سمك محشي. اكلت قبل هيك سمك محشي؟ اكلت محشي بس بالخضار مش بال اوكي. سمك محشي بالخضار. هذا محشي بايش؟ اظن بالرز يحشوه اللي بيه. اما بالرز. هذا محشي بالرز. على قلبك. هذا محشي بالرز. شوف اطلع محشي رز. شوف اطلع هاي محشي رز. تعال اوديك. تعال شوف الدنيا هون كيف طلع. هذا كمان شايل الحسك من هون. هذا طلع هذا تحته هون سمك. اقول لك كيف هاي يا معلم. هاي هات هاي كمان. شوف بالصوص اللي هون هذا مع السمك هذا. وقبل ما ادوقها شوف شو حامل فيك. ناخذ هاي. شوف هاي هاي انا اتحداك تاكلها. خطيرة. سبايسي كمان. سبايسي في شوي. رائع رائع. صوص رائع. سمكة خطيرة. وهيب. اهلا. انت عندك قناة على اليوتيوب؟ طب تعال ولدي تعال. لك اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيفك شو اخبارك؟ شو بتعملي بقناتك على اليوتيوب؟ رح انزل فيها فيديوهات جيمنج.
عم تعمل فيديوهات جيمينج. ايوه بتحب الجيمينج والاشياء، بتعرف تلعب الاشياء هي كلها الجيمينج. والله انت اكلتي عنده هذا المطعم قبل هيك؟ بتحبيه؟ آه ليش بتحبوه؟ لانه حار. طيب بس هذا، هاي مش حاره، اكلك سمك، تاكلي السمك من هاي المشويه، شو رايك؟ هيك شقفه هيك صغيره، تدوقيها هاي. كيف جربتيها انت؟ جربتها. كيف بالله عليك؟ عجبني الصوص مع الرز، كانت المرقه متشربه بالرز. عجبك؟ شربة بالرز كانت، او مع السمك هيك على طعم السمك. هذا اختراع كثير طيب، هذا السمك المشوي. تعليق زياره لما حكيت حار. حار هو حار كثير طبعا، حار كثير. اطباق طيبه كثير، سواء كان المشوي سواء كان، اوه احنا ما جربنا هاي، شو رايك نجرب هاي؟ هاي البازيلا. هاي هنا في بازيلا بالاخطبوط والكلامار، برضه حار. شايفه كيف هيك الحار بيسبح بكل الصحون عنده، وشكلها كمان طيب لانه الكلامار والاخطبوط زي ما جربنا في الاكلات الثانيه، اعطي نكهه جميله. اطلع اطلع معي، اطلع طيبه فعلا، طيبه كثير يا را. هاي طيبه كثير، بس حره بيني وبينك. يا را انت بتتابع القناه تبعتي؟ ها بتشوفيني هيك وانا عم باكل وكذا والاشياء هاي. في مطاعم رحتيها؟ طيب اللي رحتهم بابا ما اخذك لهناك؟ في والله. هي على فكرة ماسك الجوال من أول ما قعدت تصور. شو رأيك نتصور يلا مع بعض؟ يلا سوينا. وبالمناسبة صحيح، في هلا يعني ذكرتني يارا بالموضوع، في مسابقة عم نعملها، فكرة هيك قالت لي إياها سارة وصراحة كتير عجبتني. هي عبارة عن مسابقة بدنا نعملها بالإنستغرام عندي. شوف هذا الإنستغرام عندي ظهر عندكم، مطلوب منكم تروحوا عندي على الانستغرام تعملوا فولو، مظبوط، يعملوا فولو ويعملوا لايك للصوره اللي انا حتكون مخصصه لهي المسابقه، تمام، بهاشتاج اتحداك تاكلها. تمام، حتكون هي الصوره طبعا بهاشتاج اتحداك تاكلها، وحيكون في صوره معينه تدل على هاي المسابقه. اوكي، المطلوب منك تعمل فولو للصفحه وتعمل لايك للصوره وتكتب اتحداك تاكلها، هجوم على الانستغرام. اوكي، وحنختار احنا في برنامج حنجيبه، كل في برنامج موجود حنجيبه وهو يختار السحب. بالسحب بالضبط، حنختار خمس مشتركين او خمس فولورز حيطلعوا معي بخمس حلقات مختلفه كضيوف. اوكي، بنيجي نستضيفهم وكول يا معلم. تمام، هاي كانت اطباق بالحلقه، كانت كلها اطباق طيبه، كانت كلها اطباق دسمه وحلوه ومن العيار الثقيل. لكن شو تفاجئنا هلا، عم بقول لي انه لسه في الطبق الاساسي لسه ما نزل. الطبق الاساسي عباره عن مكرونه وبحط فيه فواكه البحر. فواكه البحر اسمها شو الوجبه؟ البكبكة الليبية بفواكه البحر. البكبكة الليبية هنشوفها. بكبكة. شوف العالم، شوف شوف العالم، شوف يا سلام. هاي بكبكتنا يا حبيبي هون هلا بالمطعم الليبي. ريحتها، ريحتها الشطه من ريحتها. تفضلي شوف تطلع، عباره عن صلصه تقريبا قريب من الصلصه اللي عملها بالشوربه كان ولا لا؟ لا، هذه مكرونه يسموها مكرونه جاريه، اللي يعني تكون مش صلصة بس عادية، بس تكون صلصة أكثر من المكرونة. أكثر من إيش قلتي لي؟ من المكرونة. أوكي، يعني بزيادة. حارة سخنة؟ لا طيب نجرب. طيب مش سخنة. طيب صح؟ هذه لازم اغلفي ليك مع السمك هيك مع ثمار البحر. فعلا سمع شخص يحكي انه سكان شمال افريقيا المتواجدين هنا كلهم يجوا خصيصا لهذا المكان مشان البكبكه، عندهم الف حق انهم يجوا هنا. طعمها كثير طيبة، شوفوا بدي تنفع في الشتاء اكثر بالضبط. صح، هو طبق شتوي. الاطباق الرئيسيه اللي عن جد هذا المطعم بتميز فيها، اولا الشوربه كانت كثير طيبه، مشاوي اسماك، مشاوي ما مشاوي اسماك، والجمبري هذا اوكي طيب بس موجود،
موجود مطاعم كتير، لكن المبكبكة لا، هذا طبق من حقه يكون مشهور فيه لإله، من حقه. وعندنا كمان السمك المحشي رز، هذا كمان شيء فظيع، صح ولا لا؟ عندك هذا كمان السمك المحشي رز، كمان هذا بيتميز في المطعم. واحنا بمكان شعبي وباكل شعبي، اسعاره بتناول الجميع، واكل كتير طيب، وعم تاكل ثمار بحر، وعم تاكل سمك، وعم تاكل وبتاكل اشياء ملوكي، والله ملوكي، صح ولا لا؟ اذا المعكرونه اعمل لك اياها بهذا الشكل. انا كثير مبسوط انه مصورت بهذا المطعم، كثير مبسوط انه صار بقناتنا، وكثير انبسطت كمان بضيفتي. شكرا، نورتيني كثير يا ساره، وكثير مبسوط فيك كنت. هاي كانت حلقتنا اليوم، لا تنسوا المسابقه تاعت الانستغرام، ولا تنسوا كمان تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا معي بالقناه، وهون كمان بتلاقوا قناه يارا، لا تنسوا يارا حسن البلد، لا تنسوا كمان يارا تشتركوا معها، شرفتوني حبايبي، واهلا وسهلا فيكم. ساره تحت.